عيد الحلم مرة ثانية. حلمت وصلتني بطاقة بي لونها ذهبي، الأرقام الأربعة الأولى تبدأ 1888. لحظة بس حالي الأرقام، خليك على الخط دقيقة. هذا اللي أفهمه للناس، الأرقام انتشر بين المفسرين يقول لك أرقام فردية وأرقام زوجية وأرقام بطيخية، مش مثل ما هم مفكرين. بس أنا أريد أساعدهم المفسرين عشان يبدأ يتطور شوي في التفسير. الأرقام المكتوبة غير الأرقام المسموعة غير الأرقام الملفوظة. اسمحي لي أعلم المفسرين اللي هم يبغوا يتعلموا إذا يريدوا يتعلموا. خذ راحتك. الأرقام المكتوبة، الأخت تقول أرقام مكتوبة. شو لون الأرقام يا أخت كريمة؟ أظن إنجليزي. 1888. لا لونها 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 لونها. لونها عادي مثل بطاقة البارز، بطاقة البنك اللي هو الفضي أو الذهبي. الفضي أو الذهبي؟ والله نفس البطاقة ذهبي يعني بارز. حلو. كيف بطاقة البنك الأرقام بارزة نفسها؟ أحباء المفسرين تذكروا الأرقام المكتوبة تختلف عن المسموعة، لأن يؤخذ المسموعة لفظها، المكتوبة قد يؤخذ شكلها أو مكانها، والملفوظة قد تكون إحساسك في هذا الرقم لما تقوله أو المعنى المقصود منه، الشيء اللي بعد الرقم. خلينا نستفيد ونتعلم مع بعض يا مفسرين يا شطار. طبعا ما أعممهم، أنا أقول يعني المجموعة اللي هي تتفلسف بدون فهم، في منهم ما شاء الله عليهم عداهم العيب يعني. طيب خليك معي الخطية، معلش كلمينا عن نفسك، انت شو متزوجة، آنسة، مخطوبة؟ منفصلة. منفصلة، كم عمرك؟ 35. طيب انت منفصلة، حلو، وعمري 35، موظفة ولا غير موظفة؟ لا غير موظفة. خلصت العدة ولا بعد؟ لا لا، من زمان أنا منفصلة. خلصت العدة؟ إيه نعم. هل في محاولات إنك ترجعي من طرف الزوج ولا خلاص أنت ما تريدين؟ لا 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 لا، خلاص. ما تبي تشوفي خلقته؟ لا لا خلاص، هو يعني يتزوج كل شيء. انقد مع وظيفة؟ هي نعم. حلو، وين الوظيفة هاي؟ شو المجال التخصص مالها؟ المدرسة. مدرسة. عندك عيال من زوجك من طليقك أو لا؟ هي نعم بنتي. بنتي. شوفي حلمك يحمل معنى من معنيين. حلو؟ إما إن جاي لك تحطها في لا محالة، عيد عيد بإذن الله وراح تحصل الشيء اللي تتمنينه. في تفسيرين لهذا الحلم، تسمعيني؟ تسمعيني؟ هل تسمعيني جيدة؟ هي نعم. أوكي، في تفسيرين لهذا الحلم. أول تفسير أنه يجيك الرد بتأكيد الوظيفة والحصول على الشيء اللي أنت تتمنينه بالضبط، اللي هو متوقعتيه بالضبط من الوظيفة. وفي تفسير ثاني، إما أن طليقك أو شخص كان يريد يتزوجك وطلع، يعني تراجع قبل إتمام الزواج، راح يرجع مرة ثانية يطلبك للزواج، حتى لو طليقك وصلتك أخبار أنه سعيد ومبسوط وحياته هادية أو ما يريد يشوفك، راح احتمال يرجع يطلب الرجوع لك. لا لا، هو خلاص شاف حياته. تأكد، تذكري كلام، إذا طلع هذا التفسير الصحيح راح يبقى. لا لا، هو خلاص يعني تزوج وعنده عيال وكشاف حياته يعني. تذكري كلامي، إذا طلع هذا، أنا أعطيتك التفسير الأول هو الوظيفة. وظيفة، هي أنا مقدمة على وظيفة وراح تتطلب من عرض، ولكن في التفسير الثاني يسمونه رقم 2 اللي هو AB، اللي هو احتمال يقع متأخر أو يكون مش صح، يعني أقل قوة من التفسير الأول اللي هو الوظيفة. في احتمال هذا الإنسان يطلب يرجع لك، أو إن شخص دخل في حياتك وطلع كان خاطبك وتراجع يرجع مرة ثانية يطلبك. المهم إن في شخص راح يحاول يرجع يظهر في حياتك، لذلك أنا ما أكدت لك إنه هو طليقك، ولكن هو أيضا من ضمن الاحتمالات. هو طلقك ثلاثة ولا طلقة واحدة ولا طلقتين؟
لا لا، طلقة واحدة وخلاص خذي من يعني. كلامي، التفسير الأول وهو الأكثر صحة وأكثر دقة هو وظيفة تأتي بما تتمنين وحسب توقعاتك. التفسير الأقل منا، بس الأرقام على شو ترى تدل؟ أنا ها واحد كلها ثمانية التفسير على وثمانية الأرقام، ترى ثمانية مش على البطاقة، ايه أنا اللي حللت الأرقام ترى، واضح؟ إما أنها تجي في ايه نعم، الوظيفة. بطاقة ذهبية يعني، ذهبية على تم شو تفسير تدل؟ الحلم يا أختي، انت ما اقدر اعطيك الرموز بالتفصيل. تمام البطاقه الذهبيه بالنسبه للمراه شيء جميل، شيء مطلوب، شيء تتمناه، يعني شيء في قلبك لا يعرف فيه احد، واذا تحقق يزول همك. هذا اللون الذهبي بالنسبه للمراه، بالنسبه للمراه، بالنسبه للرجل يختلف المعنى. البطاقه بطاقه بنك، اذا قد تدل على الماده وقد تدل على عوده الشيء المدخر، يعني شيء فيه، يعني انت خليتي له الزمن دعاء او عمل او قدمتي عليه وتنتظر تحقيقه. ولكن انا اللي يهمني لما يكون الارقام في الحلم، الارقام صارت اهم من كل الرموز الثانيه، لان بالنسبه لي نعم انا اللي اكلمك الارقام لغه واضحه مفهومه، فتصير هي اسهل وابسط عندي من الامور الثانيه. فهمتي علي؟ انت اللي يهمك ان اول شيء هاي الوظيفه راح تطلبي فيها بالحاح، واذا تحققت، لانه هاي تم تفسير البطاقه الذهبيه، فاذا تحققت هاي الوظيفه راح تنسي كثير هم او تعب. أنا مقدمة على منحة دراسية في ديوان طيب الرئاسة، وإني أكمل دراستي طب يعني هالسنة إن شو شاء الله رايك ان شهر تكرار 9، رقم 8، شو رايك ان تكرار وانتظر. رقم 8 يدل على تحقق اكثر من شيء في وقت واحد؟ لذلك انا قاعد اعطيك التفسيرات كلها. إن شاء الله خير، انتظر يعني، أنا ان انتظر شاء الله الرد خلال يتوافق، هذا الشهر يعني. على الرد، وان شاء الله تحصلين الوظيفه. ولكن صدقيني في احتمال كبير، لانه بعض الاحلام تتحقق كل التفسيرات، انه يظهر احد في حياتك كان طالع منها. لذلك انا توقعت في الزوج، ولكن مش ضروري الزوج، ممكن يكون شخص اخر كان يرغب بالطلب بيدك او التقدم لك وتراجع، وربما يرجع الحين يشد حيله ويتقدم. قولي فهمت، هذا والعلم عند الله.